ميليشيات أسد الطائفية لا تزال مستمرة في اعتقال الشباب والمدنيين السوريين فيما تسمى مناطق المصالحات واقتيادهم إلى سجونها أو إلى معسكرات التجنيد الإجباري رغم ادعائها تسوية أوضاعهم الأمنية. فعشية إصدار ما تسمى القيادة العامة للجيش التابعة للنظام تعميما لجهاتها المختصة تطالب فيه عدم توقيف الشباب المطلوبين للخدمة الاحتياطية والإلزامية في صفوف ميليشياتها وكذلك المدنيين الذين تم تسوية أوضاعهم ويملكون ما يثبت ذلك، أكدت مصادر خاصة لأورينت نت قيام ميليشيات أسد باعتقال عدد من قادة المصالحة في مدينة درعا ومنهم مصطفى الكسم المسالمة وأبو باسل أبو زيد وزياد ناصر الملقب بالخليلي وغيرهم، كما قتلت القيادي عايد عبيد المعروف باسم أبو عدي الخالدي. وأضافت المصادر أن الأفرع الأمنية التابعة للنظام أرسلت تبليغات الالتحاق بالخدمة في صفوف عناصره للشبان الذين تمت تسوية أوضاعهم في بلدتي النعيمة والجيزة في ريف درعا الشرقي. عدم التزام نظام الأسد بالعهود والمواثيق التي وعد بتنفيذها في مناطق المصالحات لم تقتصر على مدينة درعا فقط، بل شملت كل المدن والبلدات التي بقي فيها الأهالي تحت مسمى المصالحات، ومنها الغوطة الشرقية التي أخلت فيها ميليشيات أسد الطائفية ببعودها مع بسام ضفدع الذي أقنع عددا من مقاتلي الفصائل بالمصالحة مع النظام، وقامت باعتقال العديد من الشباب وسوقهم للتجنيد خارج مناطقهم. فما المصير الحقيقي الذي ينتظر المدنيين في تلك المناطق؟ وكيف يمكن تصديق رواية النظام وترويجه لأكذوبة المصالحات في ظل هذه الممارسات التي تؤكد أن نظام الأسد لا يعرف سوى الانتقام من كل ثائر رافض لجرائمه بحق السوريين؟